السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأحبابي في جروب تعليم الجولة. عاوز أكلمكم عن موضوع مهم. هنعمل إن شاء الله سلسلة تعليمية عن السلم الموسيقي أول حاجة، تاني حاجة ارتباط السلم الموسيقي بالمهامات الموسيقية وأبعادها، تالت حاجة إزاي هنطبق ده على آلة الجولة وإزاي هنستفيد من معرفة الكلام ده في تسهيل العزف بتاعنا والاستخراج الصحيح للمقامات الموسيقية العربية على الكوالا باذن الله. النهارده احنا مش هنغيب كتير عليكم، احنا هنبتدي بس بنقول يعني ايه سلم موسيقي وابعاده. احنا طبعا عارفين كلنا السلم الموسيقي هو دوري مي فاصول لا سي، دي كلنا عارفينها. فلو احنا خدناهم كده دوري مي فاصول لا سي يبقى هما 7 نغمات. اللي احنا هنستخدم الحركه دي فيه ان احنا هنشوف الابعاد بتاعت النغمات دي ايه عن بعض. الاساسي في السلم الغربي ان كل نغمه بتبعد عن النغمه التاليه لها تون كامل، تمام؟ ما عدا استثنائين، نغمه المي ونغمه الفا ونغمه السي ونغمه الدو. يعني ايه تون ويعني ايه نص تون؟ تون يعني مسافه كامله، ونص تون يعني نص مسافه. وفي عرف الغربيين اذا كانت المسافه نص تون معنى كده ان لا يمكن ان تكون هناك نغمه وسيطه في اعتقادهم هم. يعني عندنا طبعا في العربي قصه ثانيه لان احنا عندنا ربع تون، بس هم في اعتقادهم انه لا يوجد نغمه وسطى بين هذين النغمتين اذا كانت المسافه نص تون. حلو، طيب تعالوا بقى نطبق. فعندي دو، المسافه بين الدو والري هي تون، لازم نحفظ الكلام ده. يبقى ادي سيبنا مسافه تون، المسافه ما بين الري والمي تون اهو، المسافه ما بين المي والفا نص تون اهو، شوفوا المسافه ما بين الفا والسول تون، المسافه ما بين السول واللا تون، المسافة ما بين اللا والسي تون، المسافة ما بين السي والدو نص تون. شوف الشكل عمل معانا ازاي. الحالة دي والحالة دي هما بس اللي فيهم النص تون، اللي هما المي والفا والسي والدو. احنا اقرب كولة ممكن نتكلم عليها هي الكولة الدو. ليه؟ لانها بتبتدي من الدو اوريدي. فكولة الدوكا لما نعزف من عليها السر الموسيقي هتلاقي اغلب النغمات موجودة عليها بشكل طبيعي على السكون. يعني اما تفتح الثقب مثلا يديك سول، ما يديكش سول بيمول او سول دييز. لسه هنتكلم على البيمول والدييز، تمام؟ طيب فاحنا عندنا هنربط بقى السلم الموسيقي اللي احنا قلناه، احنا عاوزين نطلع السلم الموسيقي الطبيعي من على الكولا الدوكا. فلازم نعرف بقى ابعاد الثقوب بتاعتنا احنا هنا ايه؟ احنا قلنا امتى في تون وامتى في نص تون. لما انا بقفل كل الثقوب بيبقى عمود الهواء بيخرج من نهايه الكولا. يبقى انا القفل انا هعتبر ان اول ثقب هنا، اول ثقب هنا اللي هيديني الدو ما بين الدو والري تون، فيبقى المسافه دي كده تون. لو انا فتحت الثقب ده تمام هيبقى انا عندي هنا ده تون، تمام؟ طيب ما بين المي اسف الري والمي المفروض ان في تون، لكن انا هنا واخد ايه؟ مي نص بيمول، والمي نص بيمول ده معناها ان انا واخد ان الثقب ده لو فتحته هيديني مسافه ما بين الري والمي لكنه اميل ناحيه ايه؟ ناحيه المي، تمام كده؟ طيب وبعدين هنا دي المسافه دي بين المي والنص بيمول والفا، والقصد والملخص ان المسافه من الثقب الثاني الثقب الاول اهو للثقب ده 3 ارباع تون، والمسافه دي كمان 3 ارباع تون، يبقى الاجمالي هنا تون ونص ما بين الري والفا. لو احنا رجعنا هنا وقلنا ده دو وده ري وده مي وده فا، ادي ده تون وادي ده نص اهو، ري مي فا تون ونص. فتون 3 ارباع و3 ارباع مجموعهم تون ونص. بقيه الكوله هتمشي تونات طبيعيه، يعني هنا فا نمشي تون سول، نمشي تون لا، نمشي تون سي. يبقى اما بفتح الكوله باخد سي، سي بيكار، تمام. يبقى لو انا عايز اعزف السلم الموسيقي الطبيعي اللي هو دو ري مي فا صول لا سي اعمل ايه؟ كده انا عندي اول نغمه دو اهي معروفه، تاني نغمه ري تون هفتح الصوت، تالت نغمه مي بيكار. طب انا لو فتحت ده هاخد مي نص بيمول، يبقى انا عايز نغمه احد من دي لكن ما توصلش للفا، فهفتح الثقب ده نص فتحه، هيبقى كده. فتحت ده بقى عندي فا صول لا سي دو، تمام؟ طيب يبقى احنا كده
كده شفنا ازاي بطلع السلم الموسيقي الطبيعي بدون اي علامات تحويل عن نوتة على الكولة. لو لاحظنا بقى ان انا عندي هنا عشان اطلع سلم موسيقي طبيعي من على الكولة الدوكة اضطريت اقفل الثقب الثاني، والثقب الثالث بقى فيه نغمتين عشان اعوض الثقب اللي اتقفل ده، فبلعب الميدي كارو والفامن على ثقب واحد فقط ولا يوجد اي علامات اي تحويلات اخرى في الثقوب بتاعه الكولة. تمام، احنا كده خدنا السلم الموسيقي الطبيعي خالص اللي هو دو ري مي فا صول لا سي. طيب عايزين نقول بقى ان في علامات تحويل بتبقى موجوده في النوتة، وهنشوف ممكن نطبقها هنا ازاي بمثل سريع. علامات التحويل دي ديز والبيكار والبيمول. البيكار احنا ما بنضطرش نكتبه، يعني لو المقام اصلا دو ري مي فا صول لا سي فانا ما بقولكش دو بيكار مي ري بيكار مي بيكار، لا لا خالص. احنا امتى بنستخدم كلمه البيكار؟ لو انا مثلا المقام كله في ري بيمول او مي بيمول، بعدين رحت جاي في حته معينه حب في حليه هتتعمل او غماس هيبقى مي بيكار وارجع ارد على المقام هتلاقيني قلت لك مي بيكار، خلي بالك هنا في مي بيكار. طيب لكن في العاده انا بعبر بالبيمول وبالديز. ايه البيمول وايه الديز؟ باختصار البيمول معناها ان انا عايز نغمه اغلظ بنص تون، والديز معناها ان انا عايز نغمه ارفع بنص تون. ناخد مثل على نغمه الري. لو انا قلت انا عايز ري بيمول، الري بيمول دي معناها ان انا عايز النغمه اللي ما بين الدو والري، هرجع بظهري ناحيه الاغلظ نص تون. طب لو قلت انا عايز ري ديز، يبقى انا عايز النغمه الوسط اللي بتقع ما بين الري وما بين المي، يبقى انا همشي لقدام ناحيه النغمه الاحد نص تون. طب امتى انا بقول بيمول وامتى بقول ديز؟ تمام، الموضوع ده بيتعلق بالسلم الموسيقي والتتاليه الطبيعي. يعني مثلا هناخد مقام الكورت، احنا هنشرح الابعاد بعدين زي ما اتفقنا، انا بس عايز اقول لكم امتى بسمي النغمات بيمول وامتى بسميها ديز. هقول ري اول نغمه سري، لازم اقول اسم النغمه اللي بعديها، ما ينفعش اقول ري ري ديز. في الكورد مثلا انا اول نغمه تبقى على بعد نص تون، فانا هاخد ري. تاني نغمه اسمها الاصلي ايه يا جماعه؟ مي، معروف، لكن انا عايزها ما بين المي والري، هتبقى مي بيمول، يبقى اسمها الصح مي بيمول. طيب لو انا مثلا في مقام الحجاز خدت ري مي بيمول، المفروض النغمه اللي بعديها فا، بس الفا دي مش فا طبيعيه، دي مترحله شويه ناحيه الصوت، يبقى اسمها فا ديز. يبقى انا باخد اسم النغمه اللي عليها الدور دو ري مي فا صول لا سي، واشوفها ايه قصتها، معموله بيكار ولا ديز، وكمان في نص بيمول ونص ديز اللي هما الحاجات الشرقي اللي هنتكلم عليهم بعد كده. يعني احنا بس كنا عاوزين في هذه الحلقه ان شاء الله نقول لحضراتكم ازاي يعني ايه سلم موسيقي، وايه هي الابعاد، يعني ايه ديز، ويعني ايه بيكار. فاحنا هناخد بس طول عليكم شويه صغيرين، هناخد النص بيمول والنص ديز كمان، ونشوفه بيتعمل ازاي على الكوله، وبعدين ان شاء الله نستكمل باقي الموضوع في الدرس القادم. طيب انا بقى لما اقول نص ديز يعني ايه؟ لو انا قلت لك ان الري هنا، وخلينا نقول المي هنا بعيد خالص، تمام كده؟ طيب المي بيمول هتبقى في النص. لو انا قلت مي وبيمول يبقى انا برجع بظهري ناحيه الري اهو. انا هعتبر ان الاثنين دول حاجه واحده، تمام؟ ده الري ودول المي، هرجع بظهري هنا بقت مي بيمول في النص. لو انا قلت لك نص بيمول يبقى انا عايزك ترجع نص النص اللي هو الربع. شفتوا بقى الموضوع عامل ازاي هنا؟ فيبقى انا ايه؟ خدت نغمه بينها وبين المي ربع تون، يعني رجعت ربع تون بظهري. هو ده معنى النص بيمول. والمسافه بينها وما بين الري طبعا احنا قلنا المي بيمول هنا نص، لما اروح كمان نص نص بقى عندي ثلاث ارباع، في نص اصلا موجود هنا وفي ربع هنا، والمسافه دي بقت ربع. لو شفتوا هتلاقي المجموع برضو هو واحد تون، النغمه بس في النص بشوف انا حاططها فين ما بين الاثنين، ده ري ده مي. هنا في النص هيبقى عندي المي بيمول، لو رحت ربع درجه ناحيه المي بقى عندي ايه؟ بقى عندي دي نص بيمول، اسمها كده. طب والسي مثلا لما نقول نص ديز، لما نقول نص ديز ما بستخدموش غير في حاله نغمه الفا ونغمه السي. ليه؟ لانه زي ما قلنا مثلا في مقام البياتي انا اول خطوه باخدها بعد الري ثلاث ارباع زي ما احنا شفنا، يعني اول نغمه بعد الري بتبعد ثلاث ارباع تون. فلو انا مثلا عايز اعمل هاخد بياتي بمي، فانا عندي المي بعديها فا، طب المسافه الاصليه بين المي والفا زي ما اتفقنا نص، وانا عايز المسافه ثلاث ارباع، يبقى انا عايز المسافه تبقى بعد الفا بكمان ربع. اللي بعد بيبقى اسمه ديز زي ما اتفقنا، بيبقى اسمه ديز. طيب فانا عندي الفا بعديها في فا ديز، الفا ديز بيبعد عن الفا الاصليه نص، لكن لو انا قلت مي فا ديز بقى المسافه تون كامل، لان انا عندي بين المي والفا نص،
وبين الفا والفا دي نص نص ونص بقى واحد، فانا عايز امشي ربع تون بس من الفا، فيبقى انا مش همشي الديز كله، انا همشي نص ديز بس. اذا كانت المسافه دي النص تون ده الفا اهي، وانا همشي ديز اهو، لا انا همشي نص ديز، فيبقى انا خدت ربع تون بعد الفا. عندي المسافه بين المي والفا نص، والمسافه بين الفا والفا دي نص ديز ربع، يبقى عندي التلات تربع. يبقى انا عندي مبيات المي مي وفا نص ديز، تمام كده؟ احنا كده عرفنا النغمات الاساسيه اساميها ايه، عرفنا البيمول وعرفنا البيكار وعرفنا الديز وعرفنا النص بيمول وعرفنا النص ديز. فان شاء الله عشان ما اطولش عليكم هنختم الحلقه عند هذا الحد، بارك الله فيكم، وباذن الله هيكون في حلقه وسلسله من الحلقات بعديها تشرح لنا وتكمل معانا في تطبيقات الكلام ده على اله الكلام. بارك الله فيكم واشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.